أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يرموقنا من بعيد، ترى الفجر يرموقنا من بعيد. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك هليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد، ويرفع راياتها من جديد. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. Algeria, officially the People's Democratic Republic of Algeria, is a country in North Africa. Algeria is bordered to the northeast by Tunisia, to the east by Libya, to the southeast by Niger, to the southwest by Mali, Mauritania, and Western Sahara, to the west by Morocco, and to the north by the Mediterranean Sea. It is considered to be a part of the Maghrib region of North Africa. It has a semi-arid geography, with most of the population living in the fertile north and the Sahara dominating the geography of the south. Algeria covers an area of 2,381,741 square kilometers, making it the world's 10th largest nation by area, and the largest nation in Africa,